مولاتي. هذه العشرة وربعين دقيقة على ميدغاد ديال الإذاعة القريبة منكم، لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لمولاتي مع فقرات متنوعة كلها إفادة. اللحظة غادي نمشيو للشيوات لمولاتي، الفقرة اللي كيشاركوا فيها مستمعات بمشاركات باقتراحات مميزة جدا. اليوم غادي تشارك معنا خديجة أم إيمان. أهلا بك خديجة. اهلا لسان، صباح الخير. كي صبحتي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك ربي يخليك حبيبي بارك الله. الله يبارك فيك بارك الله فيك. اول حاجه قبل ما نمشيو للاقتراحات والشيوات اللي غتوجدي للمستمعات، كنبغي نقول لك الف الف مبروك، مبروك عليك يعني الفوز في المسابقه لاختيار افضل مائده رمضان الافطار في موقع لمولاتي.ام. تستاهلي كل خير انت وكل المشاركات صراحه. الله يبارك فيك لسان، وكنشكركم بزاف والفضل الكبير الله ليكم. إذاعة مدرادو هي السبب في هذا الشيء اللي وصلت لي. بارك الله فيك. لأنها هي في الحقيقة إلا قالوا الإذاعة القريبة منكم راه هي فعلا الإذاعة القريبة. الحمد لله. اللي كنفيقوا ما كنديروا أمارت في الكوزينة ديالنا كنطلقوا الراديو. بارك الله فيك لالا ختكم علينا. كنشكر كل من دعمني ومن العائلة من داخل وخارج الوطن، وكنشكر جميع المستمعات اللي اتصلوا بيا. أيه تبارك الله عليك وتحية لكل المشاركات يعني في المسابقة، وأكيد إن شاء الله جايين مسابقات أخرين والمزيد من المنافسة الشريفة ما بين السيدات وما بين المشاركات. نبدأ على بركة الله، شنو اقتراحاتك اليوم لالا خديجة؟ واخا لالا اليوم غنعطيك واحد فضلي بنكهة النعناع. أيه وإن شاء الله نعطيك كب كيك بالدجاج وواحد الكيكة بالفاني وخبز بالتمر إلا بغيتو وواحد الكلاص بارد إن شاء الله. واخا إن شاء الله صابلي بنكهة النعناع. صابلي بنكهة النعناع حاجتنا في 250 غرام ديال الزبدة، 100 غرام ديال السكر كلاصي، أي كاس ديال العنبة ديال السكر كلاصي كنحاول أنا الغرام نعبرو بالكاس باش يعطي اللي ما عندهاش الكاس ديال العبار تلقى العبار، كاس ديال النشا، جوج صفار ديال البيض، معلقة صغيرة ديال الفاني غبرة راه كتباع عند مول الحلويات، ودقيق حسب الخليط اللي يجمع لينا 250 غرام ديال الزبدة، وكاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال النشا، جوج صفار ديال البيض، معلقة صغيرة ديال الفاني غبرة بحال السكر كلاصي هو، ودقيق حسب الخليط. كنخلطو هادشي ونديرو في الثلاجة واحد الساعة يرتاح، هذيك الساعة كنصايبو الكاس ديال النعناع باش غادي نلصقو به الصابلي ديالنا. كناخدو واحد الكاس ديال وريقات النعناع كنغسلوه مزيان ونحيدو غير الوريقات. ونحطو في شي طنجرة صغيرة مع كاس ديال الما حتى لكاس ونص. والسكر تا هو كاس ديال العنبة. وعصير ديال نص حامضة. ونديرو فوق العافية حتى كيغلى. حتى كدوب ديك سنيدة وكتطلق النعناع. وكنخليوه يبرد شوية أولا كنطحنوه في ميكسوري كلمة كان عندها كنطحنوه باقي سخون. طحنوه مزيان زين حتى كيولي لنا اللون اخضر، وكنصفيوه شي صفايه باش نحيدو ديك الوريقات اللي شاطو، ونردوه ونزيدو له واحد جوج معالق الكونفيتور ونردو فوق العافيه غير يختار يبدا يختار شويه صافي، ونخليوه جانبا حتى كنخرجوا الصابلي ديالنا ونقطعوه باي قطعه عجبتنا اللي موجوده عندنا فعلا يكون رقيق، وندخلو حتى كيطيب الفران يكون سخون ولكن لا خصنا نحب باش كيجينا صابلي دوغي وما كيتحرقش لينا من الجنب دائما مقصور حتى الحب كي هو كيطيب مزيان وكيجي واحد اللون ضوغي فيه رائع. نخرجوه ويبرد ونذوقوه بهذاك النكهه ديال النعناع كيجي لونه اخضر وكتقدميه بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. أكيد غادي يعجب السيدات لأنه بالنكهة ديال النعناع وبهذاك الشكل مختلف. الله يعطيك الصحة. إن شاء الله. واخا نعطيك كاب كيك بالدجاج. واخا. الدجاج الخليط ديال الكيك فيه واحد كاس ديال الحليب سائل. وكاس ديال الدقيق فورس، جوج بيضات، جوج خمارات ديال الحلوى، واحد شويه ديال الملحه حسب لي واحد العجينه ما تكون مالحه نص معلقه ولا المهم السيده الملحه على درج عليها هي شويه ديال البزار صافي. نخلطوا هاد المكونات ونخليوهم جانبا، كاس ديال الحليب وكاس ديال الدقيق وجوج بيضات، جوج خمارات ديال الحلوى، وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار نخلطوهم ونخليوهم جانبا. ايه كنرجع نديو الحشوه اللي غنديرو في الوسط، كناخذو جوج صدور ديال الدجاج او لا صدر اللي مهم على حسب الاستطاعه ديال الانسان، كنسلقوه في شويه ديال الماء والملحه ونخليوه يبرد ونقطعو طريفات صغيورين، ونضيفو ليه نص كاس ديال الفرماج مشكوك،
نص كاس ديال المعدنوس مقطع وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار الا خاصنا، صافي نخلطوا هادشي ونهزوا ليمون ديالنا فرديين وبقى نكبوا معلقه كبيره في كل بلاصه ديال هاد الفشوه ديال صدر الدجاج. من بعد كنكبوا عليها الخليط ديال الكيك نعمرو حتى الثلثين باش حد داك تنفخ وتكمل الثلث الاخر كنجينا قد قد باش ما يفيضوش لينا ليمون. صافي كناخذوا كل وحده كنكبوا عليها نديروا المعلقه ديال الحشوه ومعلقه ديال العجينه ديال الكيك وندخلوا الفران يكون سخون حتى كيطيبوا. اللي بغات تذوق من الفوق حيت يطيبوا حتى تخرجيهم كاع الدردري فوق منهم شويه الفرماج احمر، اللي بغات تخليهم هكاك راه كتجي خارجه هذيك الحشوه كتبان من الفوق كيجي شكل رائع. ايه مالحين وهادو مزيانين بالنسبه للوليدات يديو معاهم البحر ولا بيسين يعني ساهلين وخفاف ولدات. حتى حنا اللي تختيف انا هي فعلا كنديرو دابا الشباب الصغار حتى حنا كيعجبونا. هي فعلا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. بارك الله فيك. واخا غنعطيك واحد الكيكه بالفاني هي هلالا فيها 6 ديال البيضات 6 ديال البيضات جوج كيسان ديال السنيده دائما العنبه تكون صغيره غنقول صغير دائما العنبه واخا جوج ديال الصاشيات ديال الفاني جوج اكياس ديال الفاني 125 غرام ديال الزبده هذيك العلبه ديال الزبده النباتيه كنقسموها على النص خمسه ديال الكيسان ديال الدقيق نص كاس ديال الحليب وجوج خمارات هادشي اللي فيها كنضربوا على 6 ديال البيضات في واحد الاناء مع جوج كيسان ديال السنيده وجوج ديال الفاني حتى كترغوا لينا حتى كترجع طالعه شويه. في الاخر كنضيفوا ليها داك نص 125 غرام ديال الزبده مذوب وحنا كنضربوا حنا كنضيفوا بشويه ما نضيفوش دقه وحده باش ما يطيب لينا الزبيط شويه بشويه حتى كنساليو كنضيفوا كاس ديال نص كاس ديال الحليب وفي الاخر كنضيفوا هذا 3 كيسان ديال الطحين طحين مغرب الفشي باناء مع جوج خمارات وكنضيفوه شويه بشويه شويه حتى حتى الاخر. صافي كندهنوا المول ديالنا ونكبوا فيه ونديروه في الفران. انا عاده الكيكه حتى كنحطها في الفران عاد كنشعل عاد كنشعلو باش كتطلع على خاطرها. واخا صافي ملي كطيب راه كتدي بحال فيها الزبده راه كتدي مده طويله راه كتدي في الثلاجه حتى سيمانه. واخا صافي كطيب وتخرجيها وتسوقيها باللي بغيتي ولا تخليها عاديه كاين اللي كتعجبو عاديه وبالصحه والراحه. صحيح الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك نعطيك خبز طوست بالتمر. اييه وان شاء الله راه قريب الموسم ديال التمر غنعطيكم اقتراحات ديال التمر. اييه ان شاء الله. الى بقى الوقت شي نهار نعطيكم المربى الاشكال ديال المربى وقت الكرموس دابا والخوخ. واخا ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. واخا نعطيك خبز بالتمر كاس ديال التمر كاس كبير يعني زعما جوج ديال العنبه. ديال التمر مقطع يكون معسل مقطع طريفات صغار. انا اللي كندير لهم جوج كيسان ديال قدهم اللي الكاس اللي بحالهم جوج كيسان ديال المطايب. اييه كنعطيك المقادير والطريقه. واخا نتبعو كاس كبير ديال التمر مقطع معسل وجوج كيسان ديال المطايب كنكبو عليهم ونخليه واحد ساعتين. حتى واحد ساعتين كنجيو كنطحنوا هذاك كيكون اللي تطلق هذاك التمر اللي بغات تطحنوا تزيدوا بالميكسور هذيك اللي ما بغاتش غير كطحنوا مزيان وديها ولا هذا وتصفي باش يديروا ذوك الجلود ديال التمر. اييه هذاك الماء كيكون دفا كضيف ليه ثلاثة الكيسان ديال الدقيق يكون كامل اللي بغات من الأحسن يكون كامل بنخاصو. معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز ديال البار الملح معلقة صغيرة ما عمرات ومعلقة ديال سنيدة صغيرة ومعلقة صغيرة ديال الحبات الحبة السوداء حبة البركة ونعجنو هادشي مزيان بيدينا ونخليوه يخمر. مييه كنخليوه يخمر في سناء ومن بعد كنطلقوه فوق شي طبله بشويه ديال الطحين حتى كيتطلق ونوجدو المود ديالنا طويل ديال الطوست حدانا. اييه اي لاطا تكون طويله المهم ديال الطوست راه باين في المحلات. كناخذوا هذيك العجينه اللي طلقنا كنلويوها بحال رولي وحنا كنسدو باش ما يبقاش النفس بينات كنرولي ونروليو وهذيك الجهه اللي شط ديال العجينه كنحطوها ونكونوا دهنا المول بشويه ديال الزيت ونحطوا هذيك التقطيعه ديال العجينه اللي شط في التحت في القاع ديال المول ونغطيوها ونخليوها تخمر باش كتشد الفورمه ديال الطوست. صافي ملي كتخمر كتشوفيها راه تضاعف الحجم ديالو كندهنوا غير بواحد المعلقه ديال الحليب وندردروا عليهم فوق شويه ديال الجنجلان اللي بغا ولا حبه البركه وندخلوه للفران حتى كيطيب. ها هو الطوست ديالنا موجود بالتمر صحي وفيه التمر وفيه النخاله وفيه القمح الكامل راه شي حاجه صحيه. هي فعلا شي حاجه صحيه وممتازه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي سناء. نمشيو للكلاص. اييه نمشيو للحاجه اييه الواحد يبرد على الحراره. واخا
واخا حلت ناس السيترو ديال الحليب يكون بارد مزيان في الثلاجه. واحد العلبه ديال الكريم كلاصي بحال كريم شونتيير وكريم كلاصي راه معروف. وحك ديال الحليب مثلي مركز محلى طايب كراميل. وحشتنا في شويه ديال داك الشوكولاط الثاني الاحمر والخضر اللي بحال ثاني مدور ما بغيتش نقول سميتو شنو هو سمعتي كنذوقوا به ديك الشوكولاط بحال ثاني صغير اللي فيه اللوينات اللي فيه اللوينات هذاك كنقطعوا كل وحده كنقطعوا على اربعه نخليهم جانبا حبانا. كناخذوا بحال حنا البلاصه اللي عندنا الحراره فيه كناخذوا شي اناء كيكون فيه لاكلاص من تحت باش نطربوا الحليب مع كريم كلاصي. دائما بلاصه المناطق السخونه نديروا واحد الاناء فيه لاكلاص عاد نحطوا فيه اناء اخر باش غادي نضربوا الحليب مع الحليب يكون بارد وداك الصاشي ديال كريم كلاصي ونضربوا مزيان حتى كيطلع لينا. عاد ديك الساعه كنضيفوا معلقه بمعلقه بحليب مركز محلى طايب كراميل حتى كيتنسج مني العصير كيرجع لنا كلاص. راه ساهل ما فيه حتى شي مقادير. وفي الاخر كنضيفوا هذاك الشوكولاط اللي بحال اللي قطعنا على اربعه اللي بالالوان باش كتحس باش كتهزيه كتلقى فيه ديك التقرميشه ديال الشوكولاط. مفهوم. في الاخر كنضيفوا هذاك الشوكولاط اللي بالالوان مقطع صافي. هذيك الساعه كنعلم نعمر العلب ديالي اللي بغيت وحطه في كونجيلاتور وقت ما بغيت لاكلاص راه كنقدمو كل واحد بالمول ديالو وبالصحه والراحه. اي الله يعطيك الصحه ساهل وخفيف تبارك الله عليك. ايوا كنتمنى نكون ضيفه خفيفه عليكم ان شاء الله وكنتمنى يجربوا هذه المقادير ويردوا عليا خبر. تبارك الله عليك خديجه ام ايمان شكرا لك بزاف بزاف على كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا ومبروك عليك مره اخرى الفوز في المسابقه. وحنا كنهديوك هذا الاختيار الغنائي كعربون محبه وشكر للمشاركه ديالك والفوز ديالك في المسابقه. نتمنى انه